انا بدأت مشروعي الخاص من بيتي بمساعدة اهلي طبعا. ابتديت ان انا اجمع كل حاجة في البيت. طبعا كشهر رمضان احنا بنستناه من السنة للسنة، بنجهز له طبعا الشغل بتاعه كزينة، كفوانيس، ميداليات، فوانيس كبيرة. نشأنا وتربينا ان احنا واحد، مفيش فرق بين مسلم مسيحي، احنا الاتنين شبكة واحدة، مفيش فرق خالص. فان انا افكر مثلا ان انا عشان مسيحي ما اعملش شغل رمضان، لا بالعكس جدا، انا بستناه من السنة، يا ريته يجي السنة كلها رمضان.